كرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. محمد صلاح سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. أول ركلة سينفذها محمد صلاح، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. كريستيانو رونالدو يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ثم اللاعب الثاني، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. يتقدم المسدد الثالث. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. التعادل 3-3. الآن الدور على اللاعب الرابع. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. المغرب لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. المغرب، هل هي كرة التعادل أم سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله؟ يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ضربة مذهلة. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. المغرب لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. يأتي دور المسدد الثامن. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. المغرب، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ المغرب، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. جاء دور الركلة التاسعة واللاعب التاسع. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. المنفذ العاشر يتقدم الآن. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. والآن الدور على محمد صلاح. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محمد صلاح يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية. يبدو أن يتصدى حارس المرمى للركلة، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون
بهذا التألق بهذا الإنقاذ. محمد صلاح عليه منع هذه الركلة من أن تصل. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يلعبها لكن تعود من القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ. ضربة ضائعة. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. محمد صلاح عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. محمد صلاح يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. يلعبها في الجانب الأيمن. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. المغرب، هل هي كرة التعادل أم الخسر؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ضربة مذهلة. المغرب لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. والآن الدور على محمد صلاح. الكرة تصطدم في القائم. الارتياح كبير على حارس المرمى. كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. محمد صلاح إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه. كرة لا تمر. محمد صلاح يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية. يبدو أن ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضور هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محمد صلاح عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. المغرب، هل هي كرة التعادل أم وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. محمد صلاح يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. ينقذها الحارس. يا سلام، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. محمد صلاح هو الأمل الأخير لفريقه. إذا ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. لم يكن عندهم الهدوء أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أو التركيز العالي. افتقدوا للثقة اللي كانوا يحتاجونها في مثل هذه